السلام عليكم. كاين الناس بزاف طلبوا مني نتكلم على واحد الموضوع، وموضوع هذا كاين الناس بزاف ماشي فاهمينه مليح، الا هو كاين واحد الحس تلقاه في السيارات كامل، السيارات كامل، سواء في 406 سواء في 307 سواء في سيارات اخرين. الحس هذا كي تفريني ولا كي ديماري تحس باللي كاينه الماء. كاين الناس بزاف شاكين باللي ريزيرفوار هو يدير هذاك الحس، ولكن ماشي ريزيرفوار. المشكل هذا راه يجي من الباد كاس، والله البواط كاس كما حنا نقولوا في البلاد، كيعودوا عند هذه تخومبوشين. شوف معايا هذا الفيديو، ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع شت ناويين نبارطاجيو الفيديوهات، بارطاجيو ودير غو بوبليي وما تنساش دير جيم. ندخلوا في الموضوع، تابع معايا الشرح. شوفوا معايا هنا، راكم تشوفوا هنا، هنايا كاين واحد الطخوره هنايا كيتبوشا، يعود هذا كامل يتعمر ما البواط كاس كامل تعمر ما. انا في طلع شويه ما تخوم يخرج الماء، وكاين طخوره جيست هنا. استناو تشوفوا، والله راكم تشوفوا البواط كيس راه طخو جيست لا حوسوا عليه كي يتبوشا يعود يدير لكم الحس تاع الماء في الطوموبيل. انا ثاني هاي ديرها لي دوكا ساعة على ساعة كي نفريني نسمع حد يدير الحس. والله يا داينا لا هنايا ها شتو ورا، شوفوا الماء، شوفوا الماء كيف راه يسيح. راني لقيتو، شوف معايا صاي. هذه الناس اللي كانت تسقسي على الحس هذاك تاع كيفريني ولا كيديماري يلقى شغل الحس لداخل تاع الماء. واحد يقولوا كاينين اخرين قالوا ريزيرفوار، بصح هي نو هاو تاعينا كان مبوشا. هاني حليته، شوفوا الماء كيف راه يسيح. وهذه اوريجين فيها كي تبوشا لابواط كاس تتعمر. ها هاكم تشوفوا فيها، ها ها شوفوا معايا. هاي شفتوا هذا كيفاش تفرغ؟ دوك الكورتي الاخر ثاني كيف كيف، هذا الماء اللي يجي من الطوموبيل كامل يتلم هنا. شفتوا هذوك هاي مازال تفرغ، ها شوفوا قدا كانت معمرة الماء. ها عندك البواط كاس جيست هنايا، كاينين اخرين كيجيو يطلعوا بالكريك يكسروه يفسدوه هذا. ها كيطلعها بالكريك، هو الكريك يتحط هنا، ها هو اخرين يحطوا برك ما عندنا بالوش كيفاش، ابا هذا يتكسر يتسكر دير لك المال داخل. نفس الكوتي الاخر ثاني كيف كيف وراه، ها ثاني كي نوليو الكوتي الاخر ثاني كيف كيف. والله يعني بلاصه ماهيش تاع واسمو، بصح نزيدو نشوفو الكوتي هذا. ها هذه فرغانه كانت محدوده، ها شوفوا معايا ها